بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب أنا عندي رو في 3 في 4، الكلام مظبوط جميل. جات في بالك أنت كده حاجة في تصميمك؟ أنا مش عايز الثلاثة التانيين، أنا عايز 3 بس، أنا عايز 3 بس، تمام؟ أنا مش عايز الباقي. خلاص ماشي، مفيش مشاكل، براحتك، عادي جدا عادي. لو انا عملت كنترول اس ورحت بالفلاش يا جماعه، المفروض اني هلاقي ان التلاته تظهر لي افتراضا واخده فلوت على الناحيه، واخده فلوت على الناحيه الشمال. جميل جدا. طيب تقول لي انا بقى عايز، خليني اخلي التلاته ديت 6 عشان تظبط معايا التصميم شويه، خليني اخليها 6، اعمل كنترول اس نفس السيناريو بس هي هتزيد شويه 3 من الناحيه. جميل خلاص. تقول لي انا بقى عايز اخلي الستة دي في النص بالظبط، عايز تخليها في النص بالظبط. تقول بص احنا كنا اخدنا حل بديل، انت عندك 6، جميل، يعني انت هنا النص الباقي من الستة كام؟ 1 2 3، اكيد باقي من الستة بقى 12، يعني انت عايز تقسم الستة دي لنصين، صح كده؟ نص يتبقى هنا 3 منه، والثلاثة التانيين هيتزجوا من على الناحية الشمال، فاهمني؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ بالظبط، انا بتكلم عن الاوفست، فانت ممكن تزجها لي 3 هنا. بعد ما تزجها ب3 بالاوفست يا جماعه، هيتتزج من هنا ال3 وتتحط مكان العمود الثالث، ويتساب ال3 الفاضيين من هنا، فاهمني؟ يعني انا ممكن اعمل ايه للقصه دي؟ ممكن اقول والله سمول داش اوفست داش داش اقوله 3. لو انا قلت له سمول اوفست 3 وعملت ريلود يا جماعه، المفروض انها بالظبط كده تتحط في السنتر بتاعي بالظبط، انها تزجت 3 من هنا، وهي الباقي كان هناك 6، يبقى الباقي من هنا 3، كده اتحطت في النص بالظبط. تقول لي لا طيب انا بصراحه مش تبع الكلام ده، انا هخليها 3، خليني انا اخليها دلوقتي 3، تمام. تقول لي بقى انت كل شويه هقعد احسب واطرح واجمع، لا انا مش عايز الكلام ده. تقول لك ماشي، الكلام ده اتسبورتد بخاصيه جميله جدا يا جماعه، اللي هي كانت عباره عن تحط لي البريك بوينت اللي انت عايزها، واحده من 3 طبعا، يا سمول يا ميديم يا ها يا لارج، وتروح كاتب بعد منها، تروح كاتب بعد منها سنترد، تمام. لو انا عملت ريفرش يا جماعه، ادي 3 وهي تتحط في السنتر، فلو انا عملت ريفرش الاقيها محطوطه في النص بالظبط يا جماعه، تمام. النص ده اللي هو يعني اخذت لي النص بالظبط، حتى هتلاقيها انها مش مايل على، مش ماشيه مع جريد معين، عشان اساسا عباره عن 3. عارف لو كان رقم كبير شويه كنت هتلاقيها تظبط معاك، لو كانت مثلا 6 كنت هتلاقيها ظبطت معاك، بس الشاهد معايا انها بقت في نص القصه بالظبط. طيب جميل، انت على فكره مش واخد بالك ان انت كاتب له سمول سنتر وانت بتقعد على شاشه لارج. اقول لك ماشي، الفاونديشن يا جماعه، الفاونديشن موبايل فيرست، يعني هو بيبص على الاكواد بتاعت الموبايل بتاعتك. والله الجيك مش محدد اكواد لما فوق الموبايل، هيروح يطبق لك الستايلز بتاعت الموبايل على اللارج سكرينز. تقول الكلام ده ما ينفعش معايا، انا عايز الكلام ده يبقى سنتر على الموبايل بس على اللارج سكرين، لا انا مش عايزه، انا على اللارج سكرين عايز اعمل حاجه ثانيه. تقول لك اكزاكتلي بالظبط، انت محتاج بقى تكتب ايه؟ تحدد الكلام ده، فتقول له والله عند اللارج داش، هتعكس السيناريو وتقول اكزاكتلي يا جماعه ان سنتر. هتقول والله في الشاشات اللارج ان سنتر، فان سنتر معناها ايه؟ ها اكزاكتلي، روح خد لي الافتراضي بتاعك، والافتراضي بتاع ان هو يبتدي من اول اليسار بتاع الشاشه، من اول نقطه كان المفروض يبتدي منها يا شباب، في حين ان انت لو نزلت على جريد الاصغر كده هيطبق لك معاك الايه؟ هيطبق لك الموبايل اللي هو كان خاص بايه؟ سنتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.